لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا ليها أكتر من بداية. حين تجلس بمفردك لتعيش حالة من الحب والرومانسية المفقودة، فكلماته تؤنسك لتفتح لخيالك اللحظة التي يجسدها بمفرداته، لتعبر عن حالة العشق والفراق والشعور بالغربة والوحدة والبعاد والسفر، فيجسد بكلماته كل ما يدور بوجداننا ومشاعرنا والتي تميزت بالعمق والبساطة، فتترسخ داخلنا ونحلم ونعيش معه لحظات الحزن والانكسارات، ليسجل بكلماته تاريخنا الذي عشنا معه الحلم والأمل والهزيمة والمقاومة والانتصار. فهو عاشق للوطن والحب، الشاعر الكبير محمد حمزة. حضرتك وانت بتألف كلام لعبد الحليم ألفت المطربين قبليه وألفت المطربين بعديه، بس تفضل مرحلة عبد الحليم مرحلة مهمة جدا وقدمت فيها أغاني مهمة جدا. عايزين نعرف العلاقة الإنسانية اللي بينك وبين الفنان عبد الحليم حافظ، يعني هل هو كنجم كان بيفرض على حضرتك مواضيع معينة أو أسلوب معين في الكتابة؟ أولا قبل ما أرد على السؤال ده، وسؤال مهم جدا، اللي قدمتني المطربة الكبيرة فايزة أحمد، فايزة طبعا أحمد. وكان أمر أمرك ماشي، لا وهاتوا الفل مع الياسمين الموتين في حفلة واحدة، مطربة في عز مجدها وتغني الواحد جديد، اتنين جداد لان محمد سلطان برضو كان اول لحنين ليه معايا. ايوه طبعا. فانها تقدم عشان بس ادي لها حقها، هي اللي كان عندها الشجاعه انها تغني لمؤلف جديد وهي في قمه مجدها. ايوه. نيجي بقى على مرحله عبد الحليم. عبد الحليم كان اللي ما يفرضش، ما يصادرش افكار الشاعر او الملحن، انما كان يوصل وجهه نظر معينه. خلاص بقينا فاهمين بعض يعني. فيوصل وجهه النظر. انا هحكي لك مثلا ايه، كنا بنروح، اما بنروح بيروت كان النشر انتقل من عندنا بعد 67 اتنقل لبيروت. يعني وحاجه فخمه وطباعه فاخره وبتاع، فكنا بنشتري كتب الدواوين والحاجات دي من هناك. فانا عبد الحليم عارف ان انا من عشاق المتنبي، طبعا بحب كل الشعراء بس المتنبي بحبه جدا. فأول حاجة جاب كانوا مطلعين مجلد كبير جدا وفخم جدا، وكان أيامها يعني كان غالي، فجاب لنفسه نسخة وجاب ديوان للقصائد بتاعت ديوان بقصة حياته والسيرة الذاتية بكله. فجاب لنفسه نسخة والبليغ نسخة وليا نسخة. هتقولي لي ليه؟ مش من المتنبي بس، المتنبي وابن الرومي وأبو العلاء وكله يعني. ليه؟ عشان يبقى ايه، الثقافة متقاربة والأفكار متقاربة. فهو أول حاجة أراها أرى قصيدة المتنبي، كان أول قصيدة أو تاني قصيدة تقريبا في الديوان. فلقيته بيكلمني بيقول لي ايه، في تعبير هايل قايله المتنبي في قصيدة اليم. قلت له قبض الريح. قال لي خرب عقلك، كده مظبوط. قال لي بس متهيألي صعب ان اي واحد يقول التعبير ده في بالعامية، لان ده تعبير فلسفي كبير جدا. قد الريح يعني ماسك الهوا يعني. قعدت شهرين بمهد على ان احط اتريني ماسك بالعامية، اتريني ماسك الهوا بإيدي. زي الهوا يا حبيبي، وقام الهوا وخدتني ومشينا ومش عارف كذا كذا كذا، وفي عز الكلام سكت الكلام وتريني ماسك الهوا بايديا. قال لي انت فاكر لسه؟ ادي ايه حاجه. مره تانية مسك ديوان لإيليا ابو ماضي. فقال لي اولا كان كمان من الحاجات اللي لازم برضو بقولها للجيل الجديد، ان لازم يقرا
يعني عبد الحليم كان عنده مكتبة، كمال الطويل، بليغ حمدي، كلهم عنده. أم كلثوم شفنا أنه كانت بتقرا كل يوم اتنين لازم. أم كلثوم أربع لغات، وكانت ما بتعرفش تكتب عربي يعني، يعني في البداية كواحدة ريفية أربع لغات، وبعدين بتنطق العربي اللغة العربية الفصحى كما يجب. فهو التثقيف. فالمهم بعد كده إيه، قال لي شوف إلي أبو ماضي قايل إيه، جئت لا أعلم من أين ولا الأدريات بتاعته ومش عارف إيه وبتاع، دي ممكن تتعمل المعنى ده بالعامية؟ قلت له ليه ما تتعملش دي وبتاع. فجت مناسبة المسلسل اللي عمله في الإذاعة، وكان أرجوك لا تفهمني بسرعة، أرجوك لا تفهمني بسرعة، اللي عمله مع نجلاء فتحي وعادل إمام. فجي مسمع، أو يعني عايز أقول موقف يعني في المسلسل، إن هو اعتقل، كان من ضمن الأحداث المسلسل يعني. فاللي هو ما هوش عارف يعني هو عمل إيه وهي ومستقبله إيه وبتاع. فكتبت له مين أنا، اختارت الدنيا المعاد، واختاروا اسمي في الميلاد، لكان بإيدي بدايتي ولا بإيدي نهايتي، هي البتاع. فإيه كان بطريقة غير مباشرة يحسك على إنك تعملي حاجة معينة، الحاجة اللي هو بيفكر فيها. يعني أنا حضرت تلحين أغنية قصيدة قارئة الفنجان، كان محمد الموجي بيلحنها في أوتيل مشهور جدا في الهرم، قعد شهر هناك، وبعدين بقى جاي يسمع عبد الحليم فسمعه الباراجراف الأولاني، قال له حلو قوي يا موجي، بس إيه متهيألي تقدر تعمل أحسن، هو عايز ياخد منه أحسن معانا. فالموجي لحن الباراجراف الأولاني ده أربع مرات بعد كده، واللي نزل للناس هو الانطباع الأول، الإحساس الأولاني. عبد الحليم راح راج ما لقاش إنه عمل أحسن من اللي هو اللي هو أول واحد، اللي هو أول واحد بس إداله فرصة إن يمكن يعمل. ورغم إن الأولاني كويس وراح هو مستقر على الأولاني، إنما كانش عمره يفرض على حاجة ولا بيغير كلمة. يعني هو غير لي كلمة في سواح، كان أول لقاء بينه وبينه. يعني أنا بقول مشوار صعيب وأنا فيه غريب. قال لي لا يا حمزة، أنا أما هاجي أغني شعبي أغني بطريقة عبد الحليم، صعيب دي رشدي. قلت له خلاها، إن مشوار بعيد وأنا فيه غريب، أدي الكلمة اللي غيرها لي. سواح وماشي في البلاد سواح، والخطوة بيني وبين حبيبي برا، مشوار بعيد ولا فيه غريب، والليل يقرب والنهار روح، ونلاقاكم حبيبي سلمولي علي، سلموني علي، طمنوني الأسمراني عاملة إيه الغربة فيه، طمنوني الأسمراني عاملة إيه الغربة فيه، طمنوني الأسمراني عاملة إيه الغربة فيه. اسمحوا لي ان ارحب بالشاعر الكبير والناقد الصحفي الاستاذ محمد حمزه. نبتدي منين الحكايه؟ حضرتك كتبت كلمات 1200 اغنيه تقريبا. المناخ كان كويس، كان كل سنتين يطلع مطرب، دلوقتي كل ساعتين بيطلع مطرب. بيقولوا ان كان في صراع ومنافسه كبيره جدا بين الفنان الكبير عبد الحليم حافظ والفنان فريد الاطرش. حط السم في القلب الشوكولاته اللي هو وبصل اللي هو عايزه. بصراحه انا اتخضيت، فقلت لها شوفي يا ست ام كلثوم، يمكن حضرتك متعوده على ان الشاعر زمان يلبس بنطلون يدف صدره ويعمل شنب 11. قالت لي انت قصدك مين يا ابني؟ سهره مع نجم مع الشاعر الكبير محمد حمزه، الجزء الثالث يوم الاربعاء 23 ديسمبر الساعه 10 مساء، فقط على قناه مزيكا زوم. ما كانش يزعل
ان ده هيكلفه قد ايه او هيعمل قد ايه. يعني في اي دمعة حزن له. انا كاتب الغنوة جاي الزمان. عنوان الغنوة. فنزلت القفشات في الشوارع بتاع الحفلة جاي الزمان احدث اغاني عبد الحليم، والغلاف بتاع الشريط اللي هو الالبوم اللي هينزل الشريط الكاسيت. فمراتي قالت لي جاي الزمان ايه؟ دي جملة ناقصة. قلت لها داوينا. قالت لي داوينا من ايه؟ قلت لها من كذا وبتاع. قالت لي لا، انت عندك دخول حلو اي دمعة حزن لا. قلت لها بس الاسم طويل وبتاع مش عارف ايه. قلت لها وبعدين بقول لك ايه، انسي الحكايه دي لان القفشات اتعلقت والاغلفه طبعت وبتاع. خلتني كان في ميعاد بيني وبين عبد الحليم هروح له الساعه 10 بالليل. فاتاخرت شويه عليه فطلب البيت. يا فاطمه فين حمزه؟ قالت له ما هو نزل دلوقتي راح لك وبتاع. هو ما قالكش؟ قال لي على ايه؟ قالت له خلاص وبتاع. هو برضه مش عايز يسكت. قالت له انا قلت له يعني يا ريت تغيروا اسم الغنوه، ها تخلوها اي دمعة حزن لها. فقال لها طيب اكلمك بعد 10 دقايق. راح متصل بالكاتب الكبير مصطفى امين. قال له الكلام بيقول كذا، تفتكر نسمي الغنوه ايه؟ قال له اي دمعة حزن لها. فراح طالب فاطمه قال لها انا هخليها اي دمعة حزن لها. لا لا لا، قالت له ان شاء الله 20. لا انما ايه. راح دافع ايامها 10,000 جنيه. شوف سنة 73 مبلغ كبير جدا عشان يغير الافيشات تاني ويغير الاغلفه ويغير البتاع. يعني كان لازم يبقى عبد الحليم. كان لازم يبقى عبد الحليم. كان لازم. حضرتك لحن يعني كتبت كلمات 1200 اغنيه تقريبا، منهم 522 لو انا فاكره الرقم مظبوط، مع طبعا بليغ حمدي العبقري. بليغ حمدي اكيد كان في كيمياء، يعني في كيمياء وفي ذكريات وكنا نختلف ونتفق. الناس يعني فاكره طبعا ده توفيق من عند ربنا مثلا ان ما فيش غنوه ما عملناها مع بعض. يعني ايه اذا ما كانتش فرقعت على الاقل نجحت. يعني سواء نجحت يعني لو ما كانتش فرقعت وكسرت الدنيا نجحت قوي. نجحت. فانما كنا بنختلف. انا لما جيت في الطير المسافر ابتديت اديت له المذهب والكوبليه. فالمذهب بيقولوا بعتنا مع الطير المسافر جواب وعتاب وتراب من ارض اجدادي وزهره من الوادي وبتاع الى اخر البتاع. وبعدين فاجيت كوبليه الاخراني قلت له يا بليغ، ها انا عملت فكره ان ايه كوبليه الاخراني يبقى الرجل الشارع البسيط. قال لي ايه؟ فسمعت حبايبنا عاملين ايه في الغربه، اخباركم ايه، مرتاحين ولا تعبانين؟ قال لي لا ده انت نفسك خالص، ها فين المستوى اللي انت عامل مش عارف ايه وبتاع. قلت له ما هو ده حاجه للناس وبتاع. قال لي اذا فشلت الغنوه انت اللي مسؤول. تشاء الظروف بقى تطلع تغني نجاه مع حفظ الالقاب طبعا. يعني ها تطلع تغني الطير المسافر بالعافيه بعد 12 مره بتعيد الكوبليه بتاع حبايبنا عاملين ايه. 12 مره صعبت عليا. كل ما تيجي تقفل مرتاحين ولا تعبانين مشتاقين ليكم مشتاقين نروح مهيصين تاني. فلقيته بيكلمني بيقول لك سبت الرهان. قلت له انا ما رهنتكش. ها وبتاع قعدت اسبوع ما كنا نتفق ونختلف. يعني يعني هقول لك حاجه يعني مثلا ايه، بس في النهايه وجهات النظر بتقرب الحكايه. يعني كان في الكاتب العظيم محسن محمد. الراجل كان من حظه الاسود ان كان اوضه النوم بتاعته لازق في مكتب بليغ. فاحنا بنبتدي نشتغل من 10 بالليل. فكل يوم هو بيصحى بدري يروح الجورنال، كان رئيس مجلس اداره الجمهوريه ورئيس تحرير. فبيصحى بدري احنا لسه شغالين. فهو يقول لنا بخف الدم يعني الله يخرب بيتكم ما عرفتش انام، مش عارف انام ومش عارف ايه وبتاع. فجينا في مره بنشتغل في يا حبيبتي يا مصر. المذهب وكان مجموعه من الاصدقاء والفنانين والصحفيين قاعدين عملوا صوت الكورس اللي هو بتاع يا بلادي يا احلى البلاد يا بلادي وبتاع مش عارف ايه. لقينا محسن محمد اللي جاي لنا مش الصبح بقى، كان الساعه 4:30 وبتاع. قال النهارده انا سمعت حاجه حلوه سمعها لي تاني. فسمعناها البتاع. قال دي ما تغنيهاش غير شاديه.
يمكن احنا يمكن احنا كان فعلا وجهه نظرنا كده بعد اللحن ما خلص. انما قال لي ما كانش غير شادي. ما فيش نص ساعه وبرده مع حفظ الالقاب دكتور يوسف ادريس. طب وبعدين قال دي اتخلقت لشادي خلاص. رحنا تاني يوم وسمعناها لشاديه. كان عارفه ان بيتحط ميزانيه مختارات في الاذاعه، فكان ميزانيه خلصت. فشوفوا برضو حب واحده بتحب الفن او بيحب الفن، فلازم كانت الغنوه تتسجل. فشاديه سجلتها على حسابها، الموسيقيين والاستوديو كله. مش معنى كده ان مش هتاخد فلوسها، حلني بقى لما تيجي الميزانيه الجديده والبتاع عشان الاغنيه تنزل. موقف تاني برضو كان جلال معوض الراجل العظيم ده كان ماسك الموسيقى والغناء. فاحنا كان لسه الجمهورية العربية المتحدة. فالرقابة اعترضت على كلمة مصر. لسه ما اتغيرتش البتاع. اتغنت الحفلة وكان في من اللي موجودين اظن حسين الشافعي والبغدادي وبتاع في الحفلة. اول ما قالت يا حبيبتي يا مصر سقفوا وعيطوا وبتاع مش عارف ايه وبتاع، كانوا مشتاقين لكلمه مصر. انما اللي تحمل المسؤوليه برضو بشجاعه جلال معوض. فعايز اقول لك ان ايه، كان المناخ ظريف. ناس حابه الفن بجد ومش بس للماده في المقام الاول، لا ناس بتفن للفن. ناس حابه الفن. وبعدين لازم كمان تختاري ايه ما يصلح لفلان. يعني انت عارفه يعني ايه دلوقتي، مع احترامي الشديد بقول لك فيهم ملحنين كويسين بس يبقى عامل اللحن يقول لك لو ما خدتوش زينب تاخده عليا تاخده مش عارف مين وبتاع. لا، كانت الغنوه بتتحدد بعد ما تخلص مين اللي يقدر يقولها. فهو ده اللي كان برضه مع عنصر هام، ان مين الفاترينا، مين اللي هتقدم الحاجات دي. اللي هيتوج التعب ده كله. البتاع. قلت لي برضه بحكايه الافكار، يعني طب ما هو شاديه تقريبا ادتني بطريقه غير مباشره غنوه فكره خلاص مسافر. كنت قاعد دي ليها قصه. كنت قاعد بعمل لها اغاني، بحضر لها اغاني فيلم نص ساعه جواز اللي هي كانت مع رشدي اباظه. فقالت لي في غنوه ليك انا بموت فيها. بس ما نجحتش ليه؟ اللي هي قلت لها غنوه ايه؟ توقعت انها تقول لي مثلا طير يا هوا، مغرم صبابة، متى اشوفك على الرمل، اي حاجه من دول. قالت لي عيني على الولد. قلت لها انت لسه فاكره وبتاع. قالت لي لان هي نزلت في توقيت غلط. نزلت في توقيت كان ايه الشعبيات بقى اللي هي السنتين دول. اللي هي فايزه بتغني مال عليا مال وياخد حبيبي، ونجاه بتغني اما براوه، و عبد الحليم بيغني ورشدي وبتاع مش عارف، كلها شعبيات. فما نجحتش الغنوه جماهيريا. فقالت لي انا صعبان عليها دي وبتاع. قلت لها، قالت لي ان هنا كان في شيء جميل ان الكرار ليه دور. مش مثلا يا حبيبي اللي غايب يروح ردين عليه يا حبيبي واللي غايب وبتاع. لا، كان هنا في دور. كان في عيني اللي هم بيخشوا عيني على الولد. راح المدينه وراح في المدينه وسط الزحام، نسوا الكلام، يمين يمليه الكلام، يمين يقول له بعد سلام لغالية بنت الشيخ إمام حدوته. وبعدين بيخش رشدي وبعدين يرجعوا تاني حوار بينه. فأدتني فكرة إن أنا أعمل خلاص مسافر.
قالت لي كان الكورال مهم يعني اذا انها عندها استعداد ودي شجاعه رهيبه. فحتى تلاقي خلاص مسافر الكورال هو اللي بيبتدي وبيبتدي لمده 3 دقائق قبلها. نهار ابيض كتير جدا. يعني خلاص مسافر، صحيت في يوم من الايام حسيت ان بلدي غريب، حسيت بغدر الصحاب واللي افتكرته حبيب، وانا اللي ياما غنيت على في الليل غريب ولا عدل ولا يعني مش فاكر بالظبط يعني، وقلت اسافر وتروح داخله شاديه. ها شوف الناس استقبلت شاديه بعد الكورال ده ما دخل. ها واول ما قالت خايفه لما تسافر شوف التسويق بقى قدموا للاغنيه. فبرضه يعني بتيجي ممكن اخد فكره من 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 اي حد من شخص عادي. يعني في اخر ليله برضه بتاعت شاديه، اخر ليله بتاعت شاديه كان رساله كان الله يرحمها كاتبه الكبيره امينه سعيد طبعا. واحده بعت لها رساله ان جوزها كان رايح في حرب الاستنزاف وبتاع مش عارف ايه، قبل ما تيجي العربيه الصبح تاخده وبتاع، فضلوا سهرانين حتى ما ناموش يعني من الفرحه والسعاده والبتاع، بس كانت حاسه في قلق ان رغم كل ده اللي هو اخر ليله وسهرنا لحد الفجر ما فات علينا وصبح على عنينا. ها وكانت ليله احلى ليله، بس يا خساره ساعتها قلبي كان حاسس ليلتها ان الليله دي اخر ليله. واخد الفكره من هنا. من مقال يعني ممكن مقال من من رساله من رساله. فحتى يعني فرصة ان انا اشكر الكاتب الكبير انيس منصور انه كتب 3 اعمدة عن هذه الاغنية. واركز في الجزء الاخراني، ما الجزء الاخراني بقى القلق والحيرة والشوق والفرحة مع الحزن مع القلق مع الحاجات دي كلها. ف يعني صورته في واحدة الحالات الجوع، خايفة رايحة جاية اتزوق دلوقتي ولا بدري شوية وبتاع. وكتب عنها يمكن انا احنا اصل احنا الستات لما شاعر راجل بيكتب حاجة تبقى نحسها وتبقى قريبة جدا، بيبقى ليها بيبقى ليها يعني طابع مختلف عن لو ست اللي كاتباها. لا بقى وعايز اقول لك حاجة، هو ايه لابد يبقى فيه تواصل كمان. انت اصل ايه احنا نقول امتى بقى علي العوض في الاغنيه المصريه؟ لما يكون ما عندناش اصوات حلوه خلاص نهائي، ولا عندنا مؤلفين كويسين، ولا عندنا ملحنين كويسين. انما الحمد لله في نسبه مهما كانت قليله، انما في نسبه في نسبه موجوده. عارف هي مشكلتهم مشكله يعني مشكلتهم كمان مشكله. يعني عبد الحليم كان طالع بكتيبه رهيبه من الملحنين، كمال الطويل، محمد المود، علي اسماعيل، احمد فؤاد حسن. انما تواصل مع الصنباطي، غنى للصنباطي، غنى له غنوتين. مع محمود الشريف غنى له غنوتين. التواصل والحاجات دي لا، لان لازم استفيد من اللي قبل مني. يعني استفيد الصنباطي ناجح ليه؟ طب ما استفيد منه محمود الشريف مش عارف ايه وبتاع. مشكله او معظم الجيل، مش عايز اظلم كله يعني، معظم الجيل ان يقول لك لا انا الناس اللي هم بتوعي. طب انت يعني. طب انت لسه بتاخد خبرات، هتاخد واحد لسه برضه ما عندوش خبره محتاج خبراته بتاع. فهي معظمهم يعني ها؟ ولذلك بتلاقي ايه اللي بينجح ها؟ هو اللي بيفكر تفكير مظبوط. يعني احنا لما جينا اول البوم نعمله الاصاله 4 ملحنين واربع مؤلفين وثلاث مؤلفين، لان انا كنت عامل غنوتين فيه. وحضرتك برضو سميرة سعيد، وسميرة سعيد نفس الحكايه. برضو ليه جابت ايه في اول البوم لاصاله جايبه سيد مكاوي ومحمد الموجي وحلم بكر ومحمد سلطان، هذا 4 من ملحنين. وده سر نجاح. وجايبه عبد الوهاب محمد وعبد السلام امين ومحمد حمزه. يا صبرا يانا تقريبا كانت اغنيه يا صبرا يانا بتاعتي. وسامحتك كتير اللي هي اساسا اللي بتاعتي، اللي اتصورت واللي عرفت اثارها في مصر، اللي عرفت اثارها في مصر يعني. سامحتك كتير، سامحتك بقلبي الكبير، سامحتك كتير، سامحتك بقلبي الكبير، ومش غصب عني ولا ضعف مني، ولكن لأني بحب بضميري. سامحتك
سامحتك كتير كتير. عشان في قلبي مكان لحبك زمان زمان اللي كان. سامحتك عشان في قلبي مكان حبك زمان زمان اللي كان. قلبك حبه يدفيني مني كفيني قبل الخطوة ما تبعد بينا قبل الحيرة ما تهجد زرنا. كنت بسامحك أيوة بسامحك كنت بداري كتير على جرحك. سامحتك 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 كتير سامحتك سامحتك بقلبي كبير. في قد ايه واخده شعراء كبار واخده ملحنين كبار ده ما هو ده ذكاء يدوها خبرتهم عارفين صوتها هينفع مع ايه وايه اللي الناس ممكن تسمعه وتتقبله كويس. اهو كده يعني ان ايه انا ضد بقى حكايه ان يقول لك لا انا مش عارف ايه. لا ما هو أي فنان لسه جديد عمره سنتين ولا ثلاثة لازم يقعد على كرسي التلميذ الأول وبعدين اللي يتخرج يبقى أستاذ. إنما هو أما بيقول لك أجيب إيه؟ أجيب عازفين حتى الفرق المسيحية العازفين الموجودة والفرق الموجودة يروح يجيب مثلا إيه الناس لسه ما فيش مانع طعم زي ما بيعملوا في الكرة مثلا يحط يبقى في الخبرة مع الأفكار الجديدة مع الشباب. انما مبدا ان الشباب طب هيديك خبره ازاي يعني. فهي بقول لك كل المشكله لسه في تفاؤل وامل اما الناس تبص البصه الظريفه البصه المعقوله يعني. ما انا قلت لك شوف عبد الحليم طالع معاه كمال الطويل والموجي وعلي اسماعيل واحمد فؤاد حسن واشتغل مع الصنباطي ومحمود الشريف وحسين جنيد. فهي انما الدنيا بخير وعندنا اصوات كويسة وعندنا ملحنين كويسين وعندنا شعراء كويسين لأن الحياة لا تتوقف. مظبوط. عارف يا أستاذ محمد وأنا ببص في مجموعة المطربين الكبار طبعا اللي حضرتك ألفت لهم وأسامي الأغاني وأنواعها أنا هقول حاجة بصراحة أنا اتخضيت ما فهمتش إزاي حضرتك عندك بسم الله ما شاء الله يعني الموهبة والقدرة على أنه أغنية شعبية جداً أيوة. وأغنية رومانسية جداً وأغنية حزينة جداً وأغنية وطنية ومطربات ومطربين يعني صباح وبعدين نجاة وبعدين عبد الحليم. لا ده أنا أقولك مفاجأة بقى يعني أنا عامل 8 زفات لعيد الشعر أمر الأمر 14 وأمر الليالي والعريس العروس النبدة يعني شوف اللي أنا بنكد بيقولوا إن أنا بنكد على الناس. لا أعمل لها 8 زفات كانت هي اللي شغالة بيهم في الأفراح كلها. كنت عايز أسأل حضرتك يعني هي بتبقى كل فترة أنت قادر تكتب في نوع معين من الاغاني ولا يعني وصف لي كده حضرتك لما مثلا ازاي من اغنيه رومانسيه لاغنيه شعبيه لاغنيه حزينه جدا لاغنيه كلها تفاؤل او اغاني وطنيه طبعا حضرتك عندك اغاني وطنيه كلنا حافظينها. لا ما انا اقول لك حاجه هو الـ 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 الاحداث نفسها هي اللي بتفرض على الشعر لان الشعر هو اللي بيسجل أو بيترجم حالة المجتمع. يعني بعد 67 كان صعب إن أنا أعمل أغاني فيها غزل وحاجات من دي وبتاع. فقالوا إن أنا إيه بنكد على الناس قطر الفراق لشادية وخدني معاك يا اللي أنت مسافر مش عارف إيه وطير المسافر لنجاة وخلاص مسافر لشادية وكل الحاجات دي كلها. فكان ده ترجمة للمرحلة دي. تحس انت بعد 73 أي دمت حزن لا
مدح القمر. نبتدي منين الحكاية؟ ها؟ النبرة اتغيرت لأن بقى فيه حالة سعادة. يعني حالة سعادة بالنصر والحاجات دي طبعا. مش لازم أقول إن إحنا انتصرنا مش عارف إيه وعملنا إيه، لا بترجم من خلال أغنية عاطفية، أغنية رومانسية، المود اللي فيه الشعب. فهو اللي بيقدر يعمله هي ترجمة. وبعدين أنا ضد حكاية التخصص. يعني يقولوا فلان فترة من الفترات، يقولوا فلان أحسن مؤلف واحد شعبي، أو لا أحسن واحد يكتب أغاني دينية، أحسن واحد يكتب أغاني شعبية، أحسن واحد يكتب أغاني أطفال. أنا كسرت القاعدة دي كلها خالص. لأن إيه، في مرة المخرجة مجيدة نجم كانت بتعمل مسلسل اسمه ظهور من نور لصفاء بالصعود وأبو بكر عزت وبتاع، فراحت للسيدة سامية صادق مع حفظ الألقاب، كانت رئيسة التلفزيون، قالت لها أنا رشحت محمد حمزة يكتب أغاني في 30 غنوة في الـ في الـ في الحلقات، كل حلقة فيها غنوة والتتر البداية والنهاية. فسامية صادق قالت لها إيه علاقة حمزة بالأطفال؟ ده راجل بيكتب رومانسيات وبتاع مش عارف إيه وبتاع. لا لا شوف حد تاني. فجت قالت لي مجيدة نجمة، قالت لي بس النبي ما تقولش إنها قالت كذا وكذا وبتاع. قلت لها وأنا كأني ما سمعتش. عملت بقى التحدي. فرحت نادي لصفاء، قلت لها في غنوة هتحفظيها من هاني شنودة، يلا نقضي أجازة سعيدة ونشوف حاجة جديدة مفيدة وبتاع مش عارف. نزلت الغنوة سنجل يعني بعيدا عن المسلسل، والفجأة لقينا الناس كلها الأطفال والبتاع مش عارف ايه. فلقيت سامية صادق بيكلمني وأنا بحترم جدا إنها تراجعت عن قالت لي أنا تتصور بقى إن أنا قلت بلاش حمزة إيه علاقته مش عارف ايه وبتاع. فكتبت 30 غنوة اللي هو في مسلسل ظهور من نور. الجديد فيها ان كمال الطويل اول مره يلحن للاطفال، فلحن تتر البدايه والنهايه في قلب المسلسل. فادي 32 غنوه ويلا نقضي اجازه سعيده 33 غنوه. اما جم قالوا لا ما اصل الوطنيات ما يعملهاش غير فلان وفلان وفلان وفلان. بدات اول التحدي بحبيبتي يا مصر، وبعدين بعد كده فدائي، وبعدين عاش اللقال، وبعدين والله مصر زمان لورده، وكل الاغاني بقى اللي بتاع. فانا ضد اللي يقول لك ده تخصص كذا وتخصص كذا. لا انا شاعر فبحس بمشاعر الناس كلها. يعني انا جيت اظن انا في رمضان اللي فات اللي هي التتر البدايه والنهايه ديني بتاع الكاتب الكبير ابراهيم عيسى، الحلقات بتاعته ودي الأمير والخليفة. الأمير والخليفة. شوفي قد إيه عمل مع الناس، إيه وده دين يعني. إيه أنا ضد إن يقولوا ده فلان بتاع كذا ولا بتاع كذا. الموهبة موهبة وال يا 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 بيكتب. هو إزاي الشعر ينفعل بالحالة اللي موجودة؟ ما أنا قلت لك يعني ما يعني فترة ما بعد 67 كان صعب جدا إن أنا أقول يا شعر ليل وفرد ضفيرك على القمر، أو تعالى نقول لغنى أنا وأنت إزاي قدرنا نقبل عن أي مش عارف إيه وحاجات صعب. فكان لازم حاول تفتكرني، موعود، زي الهوى. فكل مرحلة ليها مود معايا. دلوقتي احنا في جيلنا الاغنيه اغنيه بس بس حضرتك كل اغنيه وراها حكايه. يعني انا فاكره في زي ما قريت وحضرتك صلح لي في اغنيه مين من العاشقين، المفروض انه اللي كانت هتغنيها كوكب الشرق طبعا ام كلثوم، وبالفعل عملت عليها بروفات وفي بروفات متسجله بصوتها ولفت الاغنيه، وفي الاخر راحت للفنانه طبعا الكبيره بوجه لها تحيه الفنانه ميادة الحناوي. طبعا انا سعيد والله جدا كلنا احنا مبسوطين بقى قيما بقى لما يتقابلوا مع بعض حاجه. شوف انا راكن الغنوه قد ايه، وبعدين الاستاذ الصديق العزيز محسن جابر قال لي ما فيش حد تقولها غير ميادة، وعندي صبر طويل يعني، واديته تنازل عن الغنوه من 8 سنين. كان بيختار التوقيت برضو المناسب اللي انها تنزل فيه. بس هل صحيح ان كان في صراع في اكتر من مطربه، يمكن 7 مطربات زي ما سمعت عايزين الاغنيه؟ كلهم عايزين الغنوه، اسال الاستاذ محسن جابر. فانما انا قلت لان ايه اقرب الناس انها تغني التطريق الطرب والحاجات دي اللي هو ولو انها يعني برضو بليغ عامل فيها ايقاعات ظريفه،
هي نادى الحناوي. وانا كنت سعيد جدا يعني، ورغم انها اتاخرت 8 سنين يعني ولا 7 سنين، انما انا عارف انها هتطلع بالشكل، هتطلع في وقتها هتطلع بالشكل اللي لا ف. وعلى فكره ام كلثوم كانت شخصيه ظريفه جدا يعني، يعني انا اول مره قابلتها كان بليغ ودلها المذهب اللي انا كاتبه اللي هو قولوا لي مين في العاشقين مش عارف كده بتاع، فقالت له هات لي المؤلف انا مستنياك بكره الساعه 11 انت والمؤلف. طبعا البواب اللي عندها ما بيفتحش الباب غير للناس اللي قايله له اللي هو بواب الفيلا، ان في جاي بليغ حمدي ومحمد حمزه وبتاع مش عارف ايه. فانا كنت لسه شاب بقى، لسه صغير وراجع من بيروت، لابس بقى التيشيرتات اللي عبد الحليم لبسها في ابي فوق الشجره، جاب له هو طقم وانا جبت الوان مختلفه يعني من نفس البتاع، ورايح بقى وبتاع وسلسله ذهب وبتاع مش عارف ايه، كنت يعني بسم الله ما شاء الله يعني. فحصل ان ايه، هي كانت دمها خفيف، فبليغ واقف وانا واقف، سلمت علينا قالت له فين المؤلف يا بليغ؟ انا وش بقى القلب الصعيدي بقى اتقلبت مليون مره، الله طب ما انا ناجح مع عبد الحليم ونجح مع نجاه مع احترام لام كلثوم يعني ها، فلقيت وش اتغير، فقالت لي يا واد انا فكرت لك لاعب تنس ها ها، قلت بدات ايه تفك شويه. طلعنا هو يا دوبك كام سلمه بنطلع على الريسبشن بتاعه وبتاع، فقعدنا بقى قالت بصيت لي كده قالت انت ما بتمثلش ليه؟ قلت لها انا ما بحبش التمثيل ها، قالت لي كمان غلباوي وبتاع، انا اديتني فرصه ان انا اتكلم. هتاخد عليه ما بقاش فيه رهبه. ما بقاش فيه رهبه، هي حست ان انا اتضايقت اما قالت كده. فبعد شويه جابت عصير وقهوه وبتاع، فقلت لها شوفي يا ست ام كلثوم، يمكن عشان انا يمكن حضرتك متعوده على ان الشاعر زمان يلبس بنطلون يدف صدره ها ويعمل شنب 11، قالت لي انت قصدك مين يا ابني مش عارف ايه، راح اتوقع على الارض من الضحك ها. فست كان يمكن عشان الظروف هي اللي اخر تنفيذ الغنوه، انها كان المعركه اللي حصلت بين ام كلثوم وعبد الحليم في نادي الضباط. فطبعا اربع خمس لما هي قعدت تغني وهو كان فاضي قالت هغني غنوه الحفله بتاع عبد الحليم كل سنه. فام كلثوم اما قالت لعبد الناصر قالت له انا عندي غنوه وطنيه وبتاع ممكن اجي اقولها في الحفله يعني، انما الحفله بتاع عبد الحليم اللي هي على باب مصر قال لها اهلا وسهلا طبعا شرف وبتاع، وعبد الحليم قال شرف وبتاع وحاجات من، فطلعت غنت الغنوه. وبعد كده راحت داخله في غنوه اسمها بعيد عنك، كان لسه ما زعتهاش حتى على الناس ها، غنت ساعتين الساعه بقت واحده. طب عبد الحليم هيطلع امتى وعبد الناصر وعبد الحكيم عامر وكان معاهم سكر نوبين هيسافر الصبح، فالراجل هيمشي هيقوم لان الراجل هيسافر بدري وبتاع. فعبد الحليم بذكاء من غير ما يغلط في ام كلثوم، فما انا بقول لك برضه الذكاء طبعا كيفيه توظيف ها. فهو هيطلع يقول لي ام كلثوم قعدت ساعتين وبتاع مش عارف ايه عشان ما غنيش، فطلع قال يا سياده الرئيس انا مش عارف ان انا بعد ما غني بعد الست العظيمه كوكب الشرق ام كلثوم ده شرف ولا مقلب؟ حط السن في القلب الشوكولاته اللي هو وبصل اللي هو عايزه. وحصلت طبعا طبعا حصل مشاكل كانت مصيبه بقى، تدخل جميع الساسه اللي في مصر، تدخلوا جميع الكتاب مصطفى امين وعلي حمدي الجمال والبيت كل الناس دخلت عشان يذيبوا هذا ال قمتين بقى. عبد الحليم رافض قال انا ما اعتذرش لان انا ما غلطتش فيها، انا قلت مش عارف ايه وبتاع. ام كلثوم برضه نفس الحكايه، قعدوا خمس سنين فشلت محاولات جميع رجال الثوره، مش هقول لك كمان يعني عبد الحكيم عامر راح له قدامي قال لي شوف يا عبد الحليم تروح تعتذر لام كلثوم يا اما همنع اغانيك. فعبد الحليم قال له لا مش هعتذر ها، وانت مش ممكن تمنع اغانيا بس، ده انت ممكن تعتقلني ها. واصر، كان عنيد يعني، على اهون سبب اصطلح. اما راح سنه 70 المغرب كنا هناك في الرباط، فطبعا الملك الحسن الله يرحمه كان بيعمل ايه؟ وليمه على شرف قصر السخيرات على شرف البعثه الفنيه عبد الوهاب وعبد الحليم وفلان وفلان اللي هناك يعني. فالوليمه رهيبه جدا يعني. فعبد الحليم جايبين له طبعا الملك امر ان ايه عارف ان ده اكل بتاعه وكذا وبتاع، جايب له اللي هو العيش التوست والجبنه اللي من غير ملح وبتاع والحاجات دي يعني وبتاع. وعبد الحليم باصص بقى على ايه الديوك الرومي والسمك والجمبري
فقال والله شكل البتاع حلو والله انا على ابو المرض وبتاع. فواحد من اللي واقف جنب منه قال لي يا سيدي ما تدوق حته صغيره يعني هي هتعمل ايه بالظبط. خد حته قد الصباعين دي حته بتاع هناك الاكل بتاعهم كله حراق يعني جهنم. خد البتاع دي جاله نزيف اقوى نزيف جاله في حياته. شوف بقول لك حته قد كده لان خدها بالشوكه. دخل مستشفى ابن سينا حالته واتمنع عنه الزيارات والحاجات دي وبتاع وبدات ان منع الزيارات عنه ومنع المكالمات وبتاع. فبدات المجلات اللبنانيه تقول ان ايه يعني عبد الحليم يقترب من النهايه وبتاع مش عارف ايه وحاجات من دي وبتاع. فكان صعب طبعا الاتصال من القاهره بالمغرب يعني كان لفه بقى مش زي دلوقتي يعني. فاتصلت ام كلثوم بالدكتور اللي هو المعالج فقال لها ست ام كلثوم انا اسف جدا لان ممنوع عنه لان حالته سيئه وممنوع عنه كذا وبتاع. قالت له طب بعد اذنك انا عايز اقول له كلمه واحده. قال لها كلمه واحده بس عشان خاطر ايه ممنوع تماما. ام كلثوم راحت مد السماعه لعبد الحليم قالت له ان شاء الله عدوك ها اللي مش عارف ايه ربنا يشفيك. ادي هي الكلمه دي. شوف اللي فشل في كل الناس دي اصطلحوا في ظرف اخلاقيات بقى يعني اخلاقيات. كان في صراع ومنافسه كبيره جدا بين الفنان الكبير عبد الحليم حافظ والفنان فريد الاطرش. كان المستفيد من المعركه دي كلها الجمهور. سمعنا ان حضرتك كان ليك قصه مع الفنانه سميره سعيد المطربه الكبيره بعتت انذار وقفت الغنوه وقالت ده كان بتاعتي.